كل واحد فيهم بدو يتصرف اشياء على ذوقه منها طبيعية عيلة فنية مية بالمية عندن مشاكل كلها تقنية مليكة بدها كل شيء طميعة ومعزبها سين بدها تعمل علينا رئيس الجمهورية عيلة فنية مية بالمية عندن مشاكل كلها تقنية حالة طبعها دي كتير شطورة وحكية قليل ومحمد همه ياكل بالتنس الموهوب كتير عيلة فنية مية بالمية عندن مشاكل كلها تقنية وزهراء القصة كلها وعن خاله ما بتتخلى وخاله بيخاف عليها كلمة لأ ما بيقلا عيلة فنية مية بالمية عندن مشاكل كلها تقنية وأشرف أكبر مشاكس بكل شي بده يعاكس ومفقع قلبه لخيو وعامل له كتير مشاكل عيلة فنية مية بالمية عندن مشاكل كلها تقنية عيلة فنية مية بالمية عندن مشاكل كلها تقنية عيلة فنية يا ريت لو فينا اقرا افكار العالم وفينا اقرا افكار اللي خطفنا ابو كيف بس يلا الحمد لله انه لقطوا خبرنا نحن عن الشرطه break where indicated by the arrow and take the first corner Bikes leave the marks by riding over the same part of the track again and again. Riding on the marks in love. يا الله خسرت. حمودة شو هالصوت؟ اطفيه. يلا رح اطفيه. سرعتنا من الصبح صبح من اللي كنت زهقان وعم بلعب يه باين عم تاكل قبل لا كنت زهقان قلت لماما تعمل لي ساندويتش عم بكذبي عليك بس ما حبيت تاكلي معي شو صبك سمعتك عم تقول انه اكلت لحالك عشان ما اكل معك أنا؟ يا عم مبلا سمعتك رح يتقلى سمعتك كيف سمعتيني بلا ما أحكي؟ هي صبها مليكة كيف بدها تسمعني بلا ما أحكي؟ هلا عم بسمعك كمان سو أنت مجنونة؟ حل عني أنا فاليل والله كنت عم بسمعه معقولة ست اقرا افكار العالم؟ والله معقولة شو بيعرفنا؟ عيلة فنية سمعته لح أخوات مليكة ليه عم تحكي لحالك ما في شي انسى ايه ليه مليكة عم تحكي مع حالة معقولي حلماني كابوس سمعتك سمعتيني انا ما عم بحكي ما حكيته يعني مزبوط طلعت عم بسمع افكار العالم يلا لأسألها كم سؤال وشوف شو مخبية عليا حلا انت بتلاقيني شاطرة وحلوة
إيه أكيد أنت شاطرة وحلوة، بس أنا أجمل منك لأنه أنا عيوني زرق وصوتي أحلى من صوتك. شو؟ بتشوفي حالك أحلى مني وصوتك أحلى من صوتي؟ لشوشتو بتخبي بعد عني. حلا تتذكري تياب الباربي اللي ضاعوا وأنا سألتك عنهم وأنت قلتيله ما بتعرفي وينهم؟ إيه سألتيني مرة عنهم وقلتلك ما بعرف وينهم. إيه شو ذكرها بتياب الباربي هلأ؟ ما أنا خربتهم وكبيتهم عشان ما تشوفهم. لأم فيل بلا ما تسألني شي تاني هلأ. طلعت هي اللي مضيعيتن وما بدأت إلا، بس منيح صرت أقرأ أفكار العالم. عيلي فنية. صباح مليكة. صباحا. خليني أسأل زهراء كم سؤال وشوفها شو مكذبة علي. زهراء أنا كتير بحبك، بعيدي لحتى أتحديك. زهراء بدي أسألك سؤال. نعم تفضلي. أنت سي مرة قالي لماما إنه أنا عامل شي غلط؟ إنه أكيد لا، معقولي فسد عليكي للماما؟ صراحة أنا بفسد عليكي للماما لما تعملي شي غلط عشان مصلحتك. إيه واضح إنك ما فتنت علي. إيه حبيبتي أنت، معقولي شي مرة أفتر عليكي؟ أكيد لا. طلعت عن تفتن علي لماما؟ طيب سؤال تاني، تتذكري وقتها كسرت مربين مربى قدامك دخلك مين راح قال لماما؟ شو بيعرفني انا شو خصني؟ ليه عم تسألين هيك اسئلة؟ صراحة انا قلت للماما عشان مرة تانية ما تعيديها وتفتح البرد وتوقع غرض وتجرح حالك. طيب بعد اخر سؤال، تتذكري وقتها لعبت بمكياج ماما مين راح قال؟ شو بستفيد انا؟ شو خصني؟ ليه عم تقليلي؟ هالمرة مش انا اللي فسدت عليكي، هي حلا وراحت قالت للماما، بس اكيد ما رح قلك انه حلا عشان ما تزعلي منه. انا بفرجيكي يا حلا. شو قلتي؟ ولا شي. أسئلتك غريبة اليوم يا مليكة، خليني أقوم أدرس أحسن لي. أكيد بدك تهربي مني لأنه كشفتك. الحمد لله صرت أقرأ الأفكار وأسمع كل واحد شو عم يقول فيهم. عيلي فنية. وين الماما؟ هيا هجوا بغرفتها. دخلك خلصت لي مونتاج الكليب لإلي؟ ايه خلصته من زمان. صراحة ما اشتغلت فيه أبدا، ما إلي خلق لا على الكليبات ولا على الشغل. كمان أنت طلعت بتكذب؟ خالو بدي أسألك سؤال. خير شو في؟ خير إن شاء الله خير، ما تخاف. سألي تفضلي شو في؟ خالو أشرف سي مرة كذبت على خالو كذبة؟ لا لا أنا بحياتي ما كذبت على محمد، بحياتي كلها كذبة؟ قولي كذبات يا ما مكذب عليه أنا، خاصة بالشغل، هو بده يشتغل وأنا ما إلي خلق لا عليه ولا على الشغل. إيه واضح واضح إنك ما بتكذب، واضح. إيه أكيد ما بكذب خاصة على خي محمد.
وكنت كذب على رفقاتي وعلى الأساتذة بالمدرسة وعلى الدكاترة بالجامعة وكل العالم كنت كذب عليها. يلا بدك شي يا خالو؟ أنا رايح أشتغل لك الكليب. بعدك عم تقول إنه اشتغلت وخلصته؟ مش كليبك أنت، كليب خالو محمد. باي باي. لو الله خلق الناس كلهم بيقروا أفكار بعض كان ما حدا حب التاني. زهراء، حلا، محمد، مليكة، يلا فيقوا تنتروق. بعدني نايمة؟ طلع حلم. الحمد لله يا رب. عيلي فنية